وتذكر كل ما دار بينهما من حديث، فظن أنه في حلم من الأحلام، فوضع رأسه على الوسادة واستسلم لأحلامه، ولكنه عاد فرفع الستائر ثانية، وأخذ يجول بنظره في الحجرة، فوجد الماركونس واقفة في ناحية منها، وقد تملكها الفرح وشملها السرور، فأخذت تضحك وتصفق بيديها، وأعربت عن سرورها لشفائه، وما لاقته من هم وحيرة في مرضه. فنظر إليها ديك نظرة العطف والرحمة، وطلب إليها أن تدنو منه حتى يقف على ما أصابه من ألم أضنى جسمه وضعف أنهك قواه. فهزت الماركيونس رأسها وعاودها بكاؤه. فتحرك ديك في فراشه وقال: الآن فهمت أني كنت مريضا مرضا شديدا. فأجابت الخادم الصغيرة وهي تمسح الدموع المنحدرة على خديها: لقد كنت مريضا حقا، وكنت قاب قوسين أو أدنى من الموت، ولقد مضى عليك الآن 3 أسابيع وأنت طريح الفراش. فقال ديك: يا ماركيونس، كيف حال سالي؟ فحارت قليلا ولم تحر جوابه، ولكنها هزت رأسها وقالت: لا أعرف عنها شيئا يا سيدي، فقد هربت من خدمتها، وأسأل الله لك الشفاء التام. فسألها: وأين تعيشين الآن؟ فأجابت: إني أعيش هنا. زفر ديك زفرات طويلة، ثم وضع رأسه على الوسادة، وقد وقع في نفسه حديث الماركيونس موقع النبال في الأهداف، وقال: أخبريني كيف فكرت في المجيء إلى هنا؟ فأجابت: لقد أصبحت بائسة منذ غادرت العمل في مكتب المحامي، فلم يكن لي أحد يفكر في سواك، وفي صباح أحد الأيام كنت قريبة من المكتب، فسمعت قائلا يقول: إنك مريض جدا وليس لديك أحد يهتم بشأنك أو يعنى بخدمتك، وسمعت المحامي يقول: ليس ذلك من شأني، ورددت أخته تلك العبارة أيضا، فلم أطق صبرا على وحدتك ومرضك، ولذلك هربت وأتيت إلى هنا، ومكثت بجوارك هذه المدة أسهر على خدمتك وأعنى بشؤونك. فصاح ديك: إن هذه الماركيونس الصغيرة قد حملت نفسها ما لا طاقة لها بحمله، وتجشمت هذه المتاعب وتلك الآلام حتى أوهنت صحتها. فقالت: لا، إنني وجدت في تمريضك سرورا عظيما، ولم ألق تعبا قط، فلا تفكر فيه، ويسرني أن صحتك الآن في تقدم مستمر يا سيدي. فقال ديك: لولاك يا ماركيونس لمت وحيدا في هذه الحجرة، فحياتي وصحتي وراحتي منسوبة إليك وإلى حسن عنايتك بي، فلن أنسى لك هذا الجميل ما حييت. أنا للسيد ديك أن يفي بجميل تلك الفتاة المسكينة، فقد ورث بعض المال عن أحد أقاربه، فاشترى للماركيونس ما تحتاج إليه من حلل جديدة جميلة، وألحقها بالمدارس لتنال نصيبها من التربية والتعليم. ولما بلغت 19 من عمرها، بنى عليها وعاشا معا زوجين سعيدين.